A فرنسا، B ألمانيا، C إيطاليا، ولا D البرتغال؟ تفضلوا. إيطاليا ألمانيا، بس يمكن غلط. خلص الوقت، رولا الوحيدة أكيد ما بتعرف لأنه النسوان والفوتبول مش صاحبة. شو؟ إيطاليا؟ ألمانيا. ألمانيا هو الجواب الصحيح. أنا بيك غلط، سوري. واللي جاوب بشكل صحيح هن سيمو وأدي، الباقي كلها إجابات خاطئة. أنت مع أنك غشيتي قلتي إيطاليا، مين غششك؟ بلال؟ غششني بلال، بس بلال ما حكى إيطاليا. غش ما بيمشي الحال. عم جرب فرق بيني. لا والله أنا بدي خسرها، بدي خسرها. خسرني. لا أنا حطيت دولة إيطاليا. أنا عم جرب. لا عم جرب حركش. لا بس خليني طمني. إيه؟ أنا حطيت دولة تانية. حطيت غير إيطاليا. أي واحد منا بيربح ربحنا اثنيننا. يا ويلي شو قوي. أنا شايف أنطوان شو بيعملوا؟ شايف شو بيعملوا؟ أنا قبلت الخسارة، قبلت الخسارة. مش بس تضامن، إنه كيف ما بتكبه بيجي واقف، إنه هو حد جوابين بضل حدا منهم ربحان. بس ثاقب اثنيناتهم غلط. واثنين غلط.